السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم مع بعض عن الويلز اللي هي الخوازيق، إزاي إن أنا أحطها في قلب المبنى. أنا بفتح آخر دور عندي، سواء مثلا كان البدروم أو كان الجراوند، باجي من ستراكشر وأقول له أنا عايز الفاونديشن، أقول له مثلا أيزريت، بيجيب لي الحاجات اللي موجودة عندي. ممكن تختار أنت مثلا بالشكل ديت كابتو بويل او فور بويل او ستيل بايب، اي حاجه فيهم ما فيش اي مشاكل فيها. وببدا اختار طبعا، المفروض انها تحط تحت العمود، ان انا بتشيل العمود بالشكل دوت. لو جينا نشوف الشكل ده في 3D، لهم بالشكل دوت. كنترول تاب ارجع الشكل اللي كنت فيه. ممكن اختار فاميلي تانية ولكن مثلا ديت، واروح مسحها هنا. لما بدوس مسطرة بيقلب لي الشكل اللي انا مختاره، بدأ اشوف ايه التوزيع اللي انت مصممه وتبدأ تحطه. هتلاقي الموضوع سهل وبسيط، ما فيهوش اي مشاكل خالص ان شاء الله. لو ما فيش فاميلي عندك بتاعت ويلز، بقول لود فاميلي وابدأ احمل فاميلي سواء من الهارد، او ممكن نروح داخل على الانترنت اقول له سيرت واكتب اسم الفاميلي اللي انا عايزها هنا، هو اوتوماتيك يدور عليها في موقع اوتوديسك ويبدأ يحملها. لو انا عايز اعدل فيها بقول له اديت تايب، دي الدايمنشن بتاعتي، الويدث، الثيكنس، اللينس، تبدأ تشوف ايه اللي انت عايز تعدل فيه. بس خلي بالك لما تعدل يكون الاسم اللي هنا زي الاسم بتاع الطيب عشان ما تلخبطش. يعني هقول له دبل فيت، واقول له مثلا ال 800 دي خليها لي 900. اوكي، لازم اجي هنا اخلي دي 900، تمام. يبقى انا كده عندي نسختين، نسخة فيها 800 ونسخة فيها 900 زي ما انا عايز. اقول له اوكي وابدا اشتغل بالنسخه الجديده. اتمنى يكون الموضوع سهل وبسيط. اخوكم عمر سليم.